عليكم. خير بداية جمهور العميد بإذن الله. النار المشتعلة سوف تكون على أرضية الملعب ب11 روح بإذن الله، ب11 نمر. الحصول على 3 نقاط بإذن الواحد الأحد، وخروج الجماهير واللعيبة ومن خلف الشاشات، وهم السعيدين وفرحانين، وبإذن الله تكمل فرحتنا بفوز الشباب اليوم على النصر. أنا آسف يا نصراوية، تمنياتي اليوم للأصفر العميد الفوز، وللأصفر النصراوي أنا آسف. إن شاء الله بطولة الثانية تتعثروا عشان يكون رسميا بطل الدوري نادي الاتحاد السعودي، وهو من يستضيف بطولة كأس العالم للأندية. لايكاتكم واشتراكاتكم بإذن الله بنوصل المقطع هذا ل3000 لايك، وما بقي لنا شيء على 40,000. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ يلا بسم الله. أول هجمة للاتحاد، يا رب بإذن الله إنه الاتحاد ينهي المباراة من الشوط الأول، وبإذن الله زي ما قلنا إنه الشوط الثاني يكون أداء الاتحاد أفضل، لأنه أغلب المباريات الاتحاد الشوط الثاني يكون أداؤه أقل من الشوط الأول. يلا يا رب. والباطن أكثر فريق مهدد للهبوط، خسارة الباطن أو تعادل اليوم مع الاتحاد رسميا الباطن لدوري الدرجة الأولى. هذا الشيء ممكن حيكون شيء إيجابي للاتحاد، إنه الباطن قاعد يلعب تحت ضغط مرة كبير إنه لازم يفوز، وممكن يكون شيء إيجابي انه الباطن يكون مو مركز ويكون متوترين ونفوز. فنقول ان شاء الله ان يكون هذا الشيء من مصلحه نادي الاتحاد. يا رب يلا يا رب. نقول اول هدف قبل 5 دقائق من المباراه. قبل 5 دقائق عبد الله قاعد تقول ما ادري، بس التوتر واضح علي مو على لعيبه الباطن، لانه والله المباراه ذي مصيريه، مباراه ان شاء الله. يلا يلا الخير جاي يا رب. توفيق الاتحاد. عشان رحيل شطه شطه، انتبه سبايسي فوكس. الله اكبر ايش الشوطه هذه، ما شاء الله ايش القذيفه هذه، ايش الصاروخ، ما شاء الله. هذا نجاح هدف كان حيغير وله. الله اكبر الله اكبر. خبطت في الناشري وخبطت في حجازي وكانت حتكمل في الباب، لكن القائم اللهم لك الحمد وقف في صفنا. لا 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 كذا ما يصير. يتقدم الى الامام يبحث عن العرضيه. يا رب يا الله شرحيلي شطة الاسيست. يا الله وراما ينهي. هذا الاتحاد هذا الاتحاد. لا 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 لا. اللهم لك الحمد وبإذن الله تستمر هذه الروح. أنا ما أعرف مين المدافع مين المهاجم مين الحارس، أنا أعرف المنظومة نمور في الملعب تفترس، أي لاعب منهم يفترس. الله أكبر اللهم لك الحمد. إيش هذا إشرحيلي، هذا صانع ولا مدافع؟ الله وروما بإذن الله دخل المباراة، قال المباراة اللي فاتت أمام الهلال ضيعنا الكثير، اليوم ما في أي مجال لتضيع نص فرصة. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. التاريخي روما، الله عليك يا روما. لا 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 حجازي حجازي المباراة هذه ما أعرف. أوكي هو فاول حجازي، حجازي يلعب بكل قتالية، أنت الكابتن، أنت كنت ياما شايل الاتحاد وما قصرت، لكن في كم مباراة شوية كانت ملاحظات عليك، فاليوم عايزينك قد عانى في الملعب تضرب. لا مو تضرب، تضرب يعني انت فهمت. بس اضغط لايك شكرا. الله يكون رادو رقص يا رمى. معلش معلش ما احسبها انه ضاعت فرصة، ما قصروا حاولوا يعني ما كان فيها استهتار، هذه فرصة. يلا يلا نبغى الثاني ونبغى الثالث. لا جهزها انقاط لا ما يجف بابك، ما مسعود عرض لك هي حطها في الباب. اوكي تلعب في الباطن لكن اتزعلنا يا اخي. الدرس الاخير الدوري العالمي اتحادي من صغره نمر من صغره نمر. الله الله الاتحادي ما نستغرب متعود، اللهم لك الحمد متعود على هذا المنظر، متعود على 60,000. ايوه حكم، ايوه شوف يا حكم رافع ابو مسعود، خليك عادل يا حكم بليز. هو يفهم عربي ان شاء الله يفهم عربي، لا لا لو كان انجليزي ما حد هيفهم. شوف رفع بعدين رفع بابا سعود معاه، شوف هنا ورفع شوف شوف. وفي لقطه ثانيه لو سمحت يا مخرج ورينا في اللقطه من الثانيه لو سمحت. ايوه لو سمحت يلا معايا يا حكم. معلش غيرت المباراه في بلدي للشباب، معلش انا عارف انك قاعد تفرج في الاتحاد والباطن، لكن هاي المباراه ايضا تهمني وتهم كل اتحادي. شوف يا لاعب ناس اسمه ما اعرف اسمه هذا، انا غيرت القناه بس عشان اشوف بنتي. يا رب هدف يا رب هدف يا رب هدف يا رب. الشباب الحمد لله والله بالقصه.
القدره. اللهم لك الحمد. ابطال اليوم ان شاء الله تستمروا وتفوزوا ونرجع مباراه الاتحاد يا الله يا رب تكمل اليوم باذن الله. افرح اليوث ان شاء الله اليوم فرحه النمور واليوث وتتويج رسمي مع كامل احترامي وحبي للنصر للاتحاد. نرجع مباراه الاتحاد اللهم لك الحمد. اجي اجي انا غبت بس دقيقه ممكن. ايوه اوفسايد صراحه اقول اوفسايد ولا مو اوفسايد ايش هي؟ لا مو اوفسايد ضربه زاويه. عبد الله ايش هذا؟ ما في امانه عندك صراحه. لو جيت على الحق الحق اي اوفسايد. فاتمنى كورنادو ضيعها عشان نفوز بكل استحقاق. احنا ان جاء هدف والله افرح. والله هذه المباراه توتر فيها مو طبيعي. فوز الشباب وفوز الاتحاد رسميا الاتحاد بطل الدوري. يا رب تكمل. هذه الليله حتكون من اجمل ليالي كل اتحادي ومن اجمل ليالي كل رياضي، لانه اي شخص رياضي شيء طبيعي انه يحب الاتحاد ويعرف قيمه الاتحاد. الله عليك والله مقاتل، والله مقاتل، والله مقاتل. اسمه عبد الله العليان نمر بطل ما شاء الله. ايش يسوي كذا؟ يعني اتفرج على ابداع النمور. 1-0 ما تطمن وما تريح. نتمنى هدف ثاني وثالث عشان نضمن الاحتفال اليوم في الجوهره المشعه وفي جده كلها وفي الكره الارضيه. يلا اتحاد، يلا اتحاد، يلا يتي. 1-0 يا اخوان والله ما تطمن، والله ما تطمن. جت رسالة. ايش فيه؟ شوف 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 هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا. اقسم بالله شكرا. في واحد قاعد يرسل لي الرسائل الله يسعد الدنيا والآخرة. قلت له اي شيء يصير مباراة النصر والشباب على طول ترسل لي اول باول. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد رب ابطال اليوث. ايوه اليوث نفس اللاعب اسطوري اسطوري. انا اتمنى كريستيانو رونالدو يتعلم من هذا اللاعب انه ايه الان ترجع هدفين. الله عليكم اليوث. نرجع مباراة الاتحاد. ايوه شايفين هذول قاعد يسووا كذا ناس. الهدف الثاني للشباب. كل اتحادي عين في مباراة اليوم الاتحاد الباطن والعين الثانية في مباراة الشباب والنصر. عينين ليه؟ تعثر النصر اليوم رسميا الاتحاد ليس فقط بطل الدوري انما باذن الله هو مصر يضيف بطولة كاس العالم للاندية. خلوا مانشستر سيتي والفرق هذه تيجي تتعلم من لعب الاتحاد وتتعلم من جمهور الاتحاد كيف فن تشجيع العشق الاصيل. لا لا الجمهور ما اقدر. اوكي مبروك هدف. يقولوا هدف للنصر كيف؟ مو حلو مو حلو هدف. تلسك كمان دخله. تلسك انت ما عندك حفله اليوم؟ ليش جاي تلعب؟ ما عندك حفله؟ يا رب يا رب لا تضيع تكفى لا تضيع. مدوا يا مدوا هي يا رب. خفيفة خفيفة يا هنريكي. ليش ما فجرت؟ ليه ما فجرت يا هنريكي؟ تكفو لا نقعد نضيع فرص ونندم. يا رب يا رب يا الله يا الله يا اسيست. يا الله يا هنريكي يا الله يا هنريكي ويا الله يا ابو حمد الله. لا 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 الاوفسايد. لا الحكم تكفو يا حكم يا حكم ما له داعي بالاوفسايد. بالله والله هذا حلو بس يا عشان هذا حلو. يا رب اوفسايد. اوه والله حرام والله يا اسيست اسطوري. عشان كذا حمد الله زعل. طيب حمد الله ايش قدمت؟ والله اسيست اسطوري. الحكم بيرجع الفار. خلاص يا عمي ما هي هدف. ما لا ترجع الفار ولا شيء. مو هدف ما نبغى. يا الله ان شاء الله ما نندم على هذه الاهداف وهذه الفرص قاعد تضيع مننا. انا الحكم ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله لعيبه الاتحاد الشوط الثاني تكون روحهم باذن الله القتاليه اكثر من الشوط الاول واداء ونتيجه يكون افضل من الشوط الاول. لايكاتكم واشتراكاتكم الى ان يبدا الشوط الثاني. بسم الله بدا الشوط الثاني الكوره مع نادي الاتحاد نادي الوطن باذن الواحد الاحد. هي مباراه التتويج ومباراه الفرح ومباراه للذهاب لبطوله كاس العالم للانديه. يا هون كل ما هدي هدي غريب. يا شباب يا شباب الحين قاعد نشجعكم ونساندكم. كيف الهدف؟ اكيد مو حلو. لا لا نحكم. هذا كيف مشي؟ كيف مشي الكوره كذا؟ وكيف زي مين غريب لوحده؟ كذا يا شباب دحين احنا اعتمدنا عليكم كذا تسووا. الله يهديكم. لسه في وقت في وقت شباب. تكفوا تكفوا النصر لا يمشي. انا اسف يا نصراوي لا يمشي النصر. يلا يا نمور يلا يا نمور يلا يا رب. يا اخوان يا اخوان لا تخلونا نضغط في اخر الدقائق. صراحه في بعض لعيبه الاتحاد بعض لعيبه الاتحاد ادائهم غير مقنع.
صراحة هاي مباراة كأنك قاعد تلعب نهائي مباراة كأس، فين الروح القتالية؟ لازم تلعب بقتالية إلى آخر دقيقة، بغض النظر عن النتيجة النصر والشباب، ممكن النصر الحين يجيب 10 أهداف ويفوز على الشباب، اللعب للفوز، 1-0 آخر دقيقة للباطن جاب هدف، حيزيل الضغط على الاتحاد، أوكي حتى لو جاب التعادل الباطن حيهبط، ما له فايدة التعادل، بس برضو لازم إحنا نلعب لفايدة الاتحاد فقط. لا 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 لا، حفي هجم الاتحاد، بس معلش. يا نصراوية يا نصراوية، جبتوا الدوري مرتين وأربعة، إلا تضايقون تجيبوا الدوري هذا، خلاص أنتوا جبتوا الدوريين أول، وحمد الله كان معاكم، خلوا حمد الله يفرح معانا، إيش هذا؟ والله ذولا ما، لا إله إلا الله، لا تقول كريستيانو، والله شكله كريستيانو، نشوف الهدف، نشوف، الله الله الله، صاروخ أرض جو، لا إله إلا الله، ما شاء الله، ما شاء الله، هاي الحين كريستيانو اليوم حينام كذا ابتسامته، كل مباراة يطلع مرة زعلان قرفان، اليوم حيطلع فرحان، لا إن شاء الله في وقت، إن شاء الله الشباب يلقموك، معليش أنا آسف يا نصراوي، معليش يا كريستيانو، هلا نرجع الاتحاد، الاتحاد ليش؟ ليش بتعيشنا تحت الضغط؟ ليش تبغى نتعب؟ ليش ما تنهوها من بدري وتروحونا وتريحونا؟ نبي نفرح ونرتاح، هذا اللي نبغاه، يا رب يا رب يا رب يا رب، ما شاء الله كيف رجع هذا؟ هي يا الله هذي كفات يا الله يا الله، أنا أحس إنه اللعيبة يبغى يضيعوها، ما حيضيعوها كذا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، شوف كيف ما شاء الله يا كمباني يا الحارس، هذا بيطلع حرامة والمدافع، إن شاء الله ما نندم، الباطن بدأ يضغط ولا يجيب التعادل الباطن، الموسم اللي فات أول مباراة كانت بين الاتحاد والباطن فاز الاتحاد، والمباراة الثانية تعادله، وقبل موسمين نفس النتيجة، أول مباراة فاز الاتحاد، ثاني مباراة تعادله، الآن ثالث موسم لا يتكرر نفس السيناريو، نبغى فوز ثم فوز بإذن الله، تلحق تلحق كورنادو تلحق كورنادو، يلا يلا كورنادو، فين إبداعك كورنادو؟ فين مهاراتك كورنادو؟ أتمنى إنه سانتو يدخل عبود الآن، الآن يدخل عبود، أتمنى باقي 20 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، نونو سانتو أتمنى تسوي تبديلات، يا أخي مدو يا أخي مدو يا أخي بطل، والله بطل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا بالله قتالية عند اللاعب هذا، أتمنى كل اللعيبة عندهم قتالية عند مدو، بإذن الله اليوم تطلع من الملعب فرحانين ومبسوطين بإذن الواحد الأحد، يلا يلا يا حمد الله، حرام عليك حمد الله، يلا لا تضيع لا تضيع، الله يرحم والديكم، حكم 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 يا رب، يا اتحاد لعبت الاتحاد انتوا ايش توصلوا، يا الله صح طويله من هنريكي بس انت كانت افضل من كذا، وصلنا لدقيقه 80 ونونو سانتو مو راضي يبدل ولا تبديل، انت افضل مدرب في الدوري بس ايش بك اخر مباراه كذا قاعد تسوي، وبالذات مع العبود يا ابوي، مدرب الباطن خلص كل تبديلاته ومدرب الاتحاد نونو سانتو الى ما بدل تبديل، يا نونو اذا ما بتبدل اعطي تبديلات للباطن خلوه يبدل كمان، خلاص ايش بقي، ما بقي شيء على 90 دقيقه تتضايق وانت الى ما تبدل، يا حمد الله يا حمد الله، والله اتمنى نونو سانتو يسحب حمد الله يدخل عبود وروما يصير راس حربة، خلي روما هو المهاجم، لا 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 دحين أصوم 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 في النهاية أفطر على كوستا، يلا يلا حمد الله، يلا يا رب روما روما حمد الله، يا عم طلع طلع طلع, طلع حمد الله طلع حمد الله، ايوه كده يا نونو حيدخل كوستا حيدخل عبود، ان شاء الله الاثنين هذولا يسووا فرق، وبالذات انا عيني على العبود ان شاء الله يكون فارق في المباراه، يلا كوستا دوبك داخل لياقتك فل، يا اخي اجري يا اخي حسوي اي شيء من هنا من هنا، والله بطل يا ناشري والله بطل يا ناشري، يا اخوان يا اخوان انا اقول على واحد بطل لازم واحد ثاني يخربها، يا لا توترونا لا تتعبونا، لا لا ابو مسعود ابو مسعود تكفى يرحم والديك لا تخبصها، لا 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 هذا بيسوي زي مصعب الجوير في داخل هدف قرواه يتعلم من الغلط، مع كامل احترامي وتقديري لك، مباراة النصر والشباب انتهت 3-2 للنصر، اتمنى الاتحاد ما يجعل عليها هدف تعادل، الله يستر الله يستر الله يستر، مدرب الباطن فان ومبتسم وقاعد يلعب، ترى فريق حيهبط بعد النتيجه فريق حيهبط، ايش هو الفرحان ذا؟ لا يكون هذا اتحادي زي البلاهي يقول لك انا هلالي وعندي من الاتحاديه، هذا الاتحاد الكل يحبه الحمد لله، اللهم لك الحمد، نونو سانتو
الحمد لله هذا الحكم. بس كنت بقول كلمه والله ما احطها في خاطري. نونو سانتو ترى اداء كان في المباريات الاولى في الدوري بطل ومبدع، وإلى الان انا عند كلمه انك بطل مبدع، لكن المباراه الاخيره مستواك وادائك مو عاجبني. اتحاد اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فوز مستحق للاتحاد، لكن كنا نتمنى ونتوقع اداء افضل من كذا، نتيجه افضل من كذا. هارد لك للباطن هبوطه، فريق كبير يظل من الكبار والكبير الله باذن الله، انه الباطن هو موسم واحد ويرجع لدوري المحترفين. الحمد لله 3 نقاط، مباراه كانت صعبه الصراحه. اتمنى من لعيبه الاتحاد ونونو سانتو لا يضغطونا ولا يتعبونا اكثر من كذا، احنا ما نتحمل. اتمنى المباريات الجايه ينهوها من الشوط الاول ويكون اداء افضل من كذا. اللهم لك الحمد. لايكاتكم واشتراكاتكم، السلام عليكم.